السلام عليكم. محاضرتنا اليوم هي عن الفيتامينات، هي المحاضرة رقم 11 من سلسلة محاضرات الكيمياء الطبية لطلبة قسم الفيزياء الطبية. ما هي الفيتامينات؟ الفيتامينات هي Organic Nutrients، إذن هي مغذيات عضوية يحتاجها الجسم بكميات صغيرة جدا لغرض تسهيل مختلف الفعاليات الكيميائية الحيوية في الجسم. وعادة هذه الفيتامينات لا تحضر في الجسم، الجسم ما يحضرها، إنما تؤخذ عن طريق الغذاء فقط. يجب أن يتم تجهيزها عن طريق الغذاء. خصائص الفيتامينات: إنه أساسية للحياة، vital يعني ضرورية جدا، وessential يعني أساسية. هي مركبات عضوية، هي مركبات أو وحدات مختلفة مستقلة عن بعضها، كل واحد بوظيفة، وكل واحد يؤخذ عن طريق غذاء معين أو مشترك، لا تتصل مع بعضها بسلاسل ولا تجهز طاقة. هذه الملاحظة مهمة جدا، لا تجهز طاقة، إنما هي تستخدم كمساعد للإنزيمات. مر علينا محاضرة الإنزيمات كلمة كو إنزيم يعني مساعد للإنزيم، إذن هي تستخدم كو إنزيم، إذن هي تساعد في تحرير الطاقة، يعني تساعد عمليات الميتابوليزم بالكربوهيدرات، تحرر معدها الطاقة ونسميها كو إنزيم. الكميات اللي يحتاجها الجسم منها هي كميات قليلة جدا، يعني بالمايكرو غرام أو بالملي غرام، توجد في الفواكه والخضروات بشكل أساسي. لتسمية الفيتامينات توجد عدة أسماء رئيسية للفيتامينات، وكل واحد من الفيتامينات مختص بعلاج ظاهرة محددة. فمثلا فيتامين أي بشكل رئيسي هو يمنع العشو الليلي، فيتامين بي يمنع مرض الأنتي بري بري، يعني هو أنتي هو مضاد للبري بري فاكتور. البري بري هو التهاب العظام والأنسجة المحيطة بها، تورم العظام وتليفها. فيتامين سي يمنع مرض الأسقربوط، وهو تنخر العظام وعوجاجها، أيضا تنخر العظام وتشقق الأنسجة. فيتامين دي يمنع مرض الكساح أنتريكيت. فيتامين إي هو لغرض النشاط الجنسي، مسؤول عن التكاثر. وفيتامين كي مسؤول عن تخثر الدم. تصنف الفيتامينات نوعين، النوع الأول هو اللي يذوب بالدهون. الفيتامينات التي تذوب بالدهون هي فيتامين أي، فيتامين دي، فيتامين كي، وفيتامين إي. الصنف الآخر هو الفيتامينات التي تذوب في الماء، أولها فيتامين سي وثانيها فيتامين بي. ونطلق على كلمة فيتامين بي فيتامينات بي، لأنه توجد 8 أصناف من فيتامين بي، أيضا هي تتشابه في الوظيفة، تتشابه تماما في الوظيفة، ولكنها تختلف في التركيب الكيميائي، وكلها تشترك في أداء تقريبا نفس الفعاليات، تشترك في أداء نفس الفعاليات. ولهذا السبب المركبات المختلفة هي فيتامين B1 B2 B3 B5 B7 B6 B9 وفيتامين B12.
الفيتامينات إلى حد البي 6 هي نسميها energy releasing، يعني تستخدم كو انزيم مع الانزيمات لمساعدة الفعاليات الحيوية. بينما عندنا فيتامين بي 9 وبي 12 هذه مترابطة مع الدم، مسؤولة عن انقسام الخلايا وتكوين كريات الدم الحمراء، ذني العنصرين أيضا مهمات جدا في الحياة. بشيء من التفصيل، كل واحد من الفيتامينات شنو وظيفته، وإذا صار به نقص إيش راح يأثر، وشنو علامات نقص فيتامين أي واحد من هاي الفيتامينات، فيتامين أي وغيرها، وكذلك مصادرها. فعلى سبيل المثال فيتامين أي development healthy skin and nerve tissue، إذن هو يساعد في تطور بشرة صحية وكذلك في الأنسجة العصبية، يساعد في بناء المناعة aids in building up resistance to infection، إذن المناعة ضد الإصابات أو الالتهابات، وكذلك وظيفة مهمة جدا في البصر، يساعد في تنقية وتطور البصر وكذلك في أساس تكوين العظام. كل الحيوانات تحتاج مصدر لفيتامين أي. It is important in the ration of pregnant females، أيضا مهم جدا في تغذية الحوامل. علامات نقص فيتامين أي هي بطء النمو retarded growth in the young، إذن بطء النمو في الصغار، وكذلك تطور ظاهرة الزيرو ثاليميا night blindness، يعني في تطور العشو الليلي، وكذلك في تشوهات الإنتاج. مصادرها الحليب الكامل والجزر ودهون الحيوانات، خاصة دهن السمك والورقيات، أيضا ممكن أن تستخدم للحصول على فيتامين أي. فيتامين دي، مهمة فيتامين دي هو مهم جدا لتنظيم استهلاك الكالسيوم في بناء العظام، الكالسيوم والفوسفور في بناء العظام وفي صحة الجسم بشكل عام. علاماتها retarded growth، أولا بطء النمو. علامات نقص فيتامين دي اعوجاج العظام، يعني الكساح، اللامنس أو العرج، واحد يعرج، وهشاشة العظام. أيضا مصادرها الحليب كامل الدسم والتعرض للشمس والورقيات وزيت كبد الحوت. أنواع توجد أو مشتقات من فيتامين دي، عندنا فيتامين دي 2 اللي نسميه إرغو كالسيفيرول، هي من مشتقات الكوليسترول، وكذلك فيتامين دي 3 كولي كالسيفيرول. برو فيتامين دي 2 اللي هو أرغو ستيرول، وبرو فيتامين دي 3 اللي هو 7 هيدرو كوليسترول. والأرغو ستيرول فيتامين دي 2 والكوليسترول 7 هيدرو كوليسترول. اكتف فورم اوف فيتامين دي 3، دي 3 هو الاساسي هذا اللي يساعد في استهلاك الكالسيوم لبناء العظام، هو 125 او اتش باي 2 فيتامين دي 3. الصورة امامكم موجودة، هذا لعنصر فيتامين دي 3. فيتامين اي الوظيفة نورمال ريبرودكشن، لغرض الإنتاج، لغرض التكاثر
الجنسي. هذا المركب الكيميائي أمامكم تشوفوه، أكثر المركبات الكيميائية الموجودة هنا حقيقة لإطلاعكم وتعرفون شنو مصادر هذه. علامات نقص فيتامين اي هو بطء النمو وخلل في الأعصاب، نسميه كريزي تشيك، هو عدم إمكانية السيطرة، الأعصاب لا يمكن تركيزها على شيء ولا يمكن أن تنمو. هذا الديزيز وكذلك المسكولار ديستروفي، رخاوة العضلات وعدم تمكنها من أداء وظائفها، يسمونها وايت مصل ديزيز ان روميلانت اند سواين اند ستيف لام، هي خلل في العضلات والأعصاب للكائنات الحية. مصادرها بالنسبة للدواجن وكذلك تربية الخنازير، تنتج صناعيا، يمكن انتاجها صناعيا، وكذلك الحبوب ممكن ان تكون مصدر جيد، الحنطة كذلك، والورقيات الخضراء والبروتين كونسنتريت، مركزات البروتين العلفية وزيت البذور مثل زيت الصويا والفستق. فيتامين اي rapidly destroyed in rancid or spoiled fats، اذا هي من الفيتامينات اللي تذوب بالدهون، لكن فيتامين اي ممكن ان يتحطم او يتغير تركيبه بسهولة عندما توجد بجنبه دهون متزنخة تالفة. ولهذا السبب العضلات البيضاء أو عدم التركيز ممكن أن تكون ببعض الحيوانات. استخدام فيتامين إي يعتمد على وجود عنصر بالجسم هو عنصر السيلينيوم. عندنا فيتامين كي هو آخر الفيتامينات اللي تذوب الدهون. وظيفة فيتامين كي هو لغرض إدامة البلد كواجوليشن، إدامة أو السيطرة على عملية تخثر الدم، يصير جرح أو يصير شيء يساعد بسهولة على تخثر الدم. نقصها الدم ما راح يعني في حالة نزف أو خدش أو أي شيء الدم ما راح يتخثر بسهولة أو بسرعة، أو يحتاج إلى زمن طويل حتى يتخثر فيستمر النزيف. كذلك يتعرض الإنسان إلى تحطم كريات الدم الحمراء، ممكن أن ينتج بسبب جروح بسيطة أو رذوذ. مصادر فيتامين كي هي الأوراق الخضراء وكذلك السمك والكبد وفول الصويا وبعض المركبات الأخرى الصناعية. الجزء الثاني من الفيتامينات هي الفيتامينات التي تذوب في الماء، فيتامين بي زائد فيتامين سي. الصفات العامة أنه تذوب بالماء، من الممكن أن التخلص من الزيادة منها بسهولة مع الإدرار، ونادرا ما تتجمع بكميات ممكن أن تكون مؤذية أو سامة. خزنها في الجسم محدود جدا، ولهذا السبب يجب أن يتم تجهيزها يوميا مثل ما قلنا عن طريق الأكل، الفواكه أو الخضروات أو حتى المصادر الصناعية. عندنا من فيتامينات بي، فيتامين بي 12 هو الفيتامين الوحيد اللي هو ووتر سوليوبل، ولكن يمكن أن يخزن في الكبد لعدة سنوات، يخزن في الكبد لعدة سنوات. أنواع فيتامين بي مثل ما قلنا، عندنا الثيامين اللي هو بي 1 والرايبوفلافين بي 2 والنياسين بي 3 والباناثونيك أسيد بي 5 بانتوثينيك أسيد اللي هو بي 5 والبيريدوكسين فيتامين بي 6 والبيوتين فيتامين بي 7 والفوليك أسيد بي 9 والكوبالامين فيتامين بي 12. الفيتامينات هذه
indispensable for metabolism. هي مهمة جدا لمساعدة عملية الميتابوليزم، وفيتامينات بتساعد الجسم to produce energy، إذا هي لا تنتج طاقة إنما تساعد الجسم لإنتاج طاقة. عندنا مركبات البي كومبلكس، فيتامينات البي كومبلكس هي مجموعة من الفيتامينات وضرورية جدا لجسم متعافي، بشرة صحية وكذلك للشعر والعين والكبد، وأيضا تساعد النظام العصبي لأداء الوظائف بشكل نظامي. البي كومبلكس، فيتامينات البي كومبلكس هي فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 6 وبي 12 وبي 9. بالمناسبة فيتامين بي 9 بشكل رئيسي نسميه فوليك أسيد، هذا يتم إعطائه للحوامل طيلة فترة الحمل، لأنه مثل ما قلنا مسؤول عن انقسام الخلايا، سرعة النمو، زائدا مسؤول عن تكوين خلايا الدم الحمراء، إذن هو ضروري جدا جدا فيتامين بي 9 وكذلك فيتامين بي 12. نقص فيتامينات بي بشكل عام، كل هاي فيتامينات بي نقصها مشترك بشكل عام، كل واحد شوية يختلف عن الثاني، ولكن تؤدي إلى نقاط حمراء على اللسان، احمرار الشفاه وتشققها، وكذلك اصفرار أجزاء منها، ظهور بقع، ولا يستطيع الإنسان أن يرى بشكل واضح، إذن تؤذي العين بشكل كامل، يسمونها فوتوفوبيا، الخوف من الضوء، لا يستطيع مجابهة الضوء. عندنا فيتامينات بالتسلسل ناخذها، فيتامين بي 1 اللي اسمه ثايامين، هذه لإطلاعكم، راح تشوفون المشتقات أو المركبات الكيميائية اللي موجود بها فيتامين بي 1 اللي هو بيراميدين رينج، يعني حلقة بيراميدين اللي قلنا هذه تستخدم، موجودة بالدي ان اي والار ان اي، وكذلك مركبات الثايوزول. اذا بيراميدين زائد مركب ومشتقات الثايوزول، هذا الكيميكال ستراكشر اوف ثايامين فيتامين بي 1. و عندنا ايضا الاكتف فورم او الصيغة الفعالة من فيتامين بي 1 هي هاي اللي بالاسفل، موجود بيها الثايوزول اللي هو مركب كبريتي، حلقة هيتروجينيوس كبريتية بها سي اتش، هو هذا اللي راح يعطي الهيدروجين ويكون جدا فعال، ومثل ما قلنا يستخدم ككو انزيم مع الانزيمات لمساعدتها في تحرير الطاقة بواسطة عملية الميتابوليزم، وبالذات عملية الكتابوليزم من الميتابوليزم، كتابوليزم على الكربوهيدرات راح تحرر لنا طاقة. هذا فيتامين بي 1. هذا البري بري تشوفون بالصورة اللي على اليسار، تضخم وعوجاج واسوداد العظام، تكون محتقنة العظام وكذلك الأنسجة وتليف، بحيث الإنسان لا يستطيع المشي تماما، لا يستطيع المشي. الصورة اللي على اليمين هاي مجموعة من الأشخاص تشوفون هزال، وكذلك ورم العظام والركب والقدمين وتشققها، ولا يستطيع الإنسان التحرك. فيتامين بي 2 اللي نسميه الرايبو فليفين، وكلمة الفليفين معناها اللون الأصفر، هي كلمة لاتينية، فإذا الرايبو فليفين الجزء الأسفل من الجزيئة اللي تشوفونها الآن هي الرايبوز، هي سكر الرايبوز مرتبط بجزيئة الفليفين، وهذا سوية يكون لنا فيتامين بي 2، ويستخدم ويا الـ NAD اللي شفتوه أنتم بالمحاضرات مع الميتابوليزم وبالإنزيمات، هذا مهم جدا. إذا هذا من أقوى الإنزيمات المساعدة، كو إنزيم يستخدم مع الإنزيمات. كذلك فيتامين بي 3 اللي هو نسميه النياسين أو بيلاغرا بريفنتيف فاكتور، بيلاغرا بريفنتيف فاكتور، هذه من مشتقات البيريدين، فأنا عندي هنا
النيكوتينيك اسيد وعندي النيكوتين امايد، لان المركبين هي مهمات جدا في تشكيل. وهذا حقيقة ايضا يستخدم بمساعد الانزيم بالكو انزيم اكتيف فورم، هي كو انزيم تذكرون الان اي دي والان اي دي بي اللي اخذناها في الانزيمات وكذلك في عمليات الميتابوليزم. فيتامين بي 5 اللي نسميه بانتوثينيك اسيد، بانتوثينيك اسيد هذا الستركتشر ايضا ما مطلوبه من عندكم. عندي البانتويك اسيد اللي هو على اليسار، وعندي الالانين اللي هو من مشتقات الامينو اسيد، من مشتقات الامينو اسيد. فيتامين بي 6 اللي اسميه بيراميدين ديريفاتيفز، 3 فورمز اوف فيتامين بي 6، عندي ثلاث صيغ من فيتامين بي 6، البيريدوكسين والبيريدوكسال. البيريدوكسين هو كحول في ذرة الكربون رقم 4 بالنسبة للبيريدين CH2OH، ثم عندي الديهايد في ذرة الكربون رقم 4 اسميه بيريدوكسال، الاول بيريدوكسين وبيريدوكسال وبيريدوكسامين، موجودة مجموعة NH2 بذرة الكربون رقم 4. هذه فائدة فيتامين بي 6، هو أنتي تيوبير كيلوسيس، إذن هو مضاد للأمراض، مرض التيوبير كيلوسيس من العلاجات المهمة جدا اللي راح تعالج نقص فيتامين بي 6، يعني ضد مرض السل. تيوبركيلوسيس هو مرض السل، اذا هذه من العلاجات الرئيسية اللي تستخدم في علاج مرض السل. ايضا عندي فيتامين بي 7 اللي هو نسميه بايوتين، هذا المركب الكيميائي اللي امامكم، وهذا ضروري جدا لنمو الخلايا. فيتامين بي 6 بي 7 ايضا مهم جدا لنمو الخلايا، برودكشن اوف فاتي اسيد انتاج الشحوم الدهنيه الحوامض الدهنيه، وكذلك الميتابوليزم اوف فات. اذا هذا الفيتامين هو كو انزيم يساعد في عمليه ميتابوليزم الدهون وكذلك الامينو اسيد. البايوتين او مصادر البايوتين هي منتشرة وكثيرة جدا، مثل الجبن، البياض، بياض البيض، الكبد، واللوزيات، وفول الصويا، وكذلك السمك أو دهن السمك. هذه البي 7 ملاحظة أيضا مهمة جدا، أنه تحضرها بعض البكتيريا اللي موجودة ضمن الأمعاء، نسميها غاسترو انتستاينال بكتيريا. اذا فيتامين بي 7، وراح نشوف فيتامين بي 12 ايضا بنفس الطريقه يحضر من قبل بكتيريا الامعاء. الفوليك اسيد اللي هو فيتامين بي 9 او نسميه الفوليت. الفوليك هو حقيقه بالورقيات، يعني كلمه لاتينيه الفوليك تمين او فوليوم تمينز ليف، ليف يعني ورق. ممكن أن تستخدم من الخمائر ومن الخضروات الورقية وكذلك من كبد الحيوانات. وظائف مهمة جدا فوليك أسيد، أرجو أن تنتبهون على هذه الوظائف، هذه دائما ما تتكرر عندكم بالامتحانات، فانتبهوا على وظائف فيتامين بي 9. إذن هي لتحضير الخلايا الجديدة، نيو سيل سينثيسيس، نيو سيل سينثيسيس، ولتحضير الغاسترو انتستاينال تراكت، اذا هي لتحضير خلايا جديده ولتحضير بطانه الامعاء وكذلك الريد بلاد سيل، خلايا الدم الحمراء او كريات الدم الحمراء. ايضا لتحضير البروتينات، عامل مساعد جدا في تحضير البروتينات من الامينو اسيد، يعني شنو نسوي بروتينات ويا الامينو اسيد، وكذلك مهمه جدا في تحضير الدي ان اي والار ان اي، اذا هي مساعده في عمليه
تحضير ذول الاثنين وانكريزد نيدز وذ بريجننسي. اذا الحاجة الها تزداد مع الحمل بالنسبة للنساء. It is especially important during periods of rapid cell division and growth. اذا هي مهمة جدا في عمليات النمو السريع للخلايا وكذلك التكاثر. مهمة جدا، ولهذا السبب هي تعطى للحوامل لمساعدة الجنين ولمساعدة الأم أيضا في تكوين كريات الدم الحمراء. عندي فيتامين B12، وهذا آخر واحد من فيتامينات B8، is a unique vitamin. إذن هو فيتامين متميز. Synthesized by only microorganisms and not by animals and plants. إذن يتم تحضيرها بواسطة البكتيريا، هو الوحيد اللي يتم تحضيرها بواسطة البكتيريا، ما موجود في بقية النباتات أو الحيوانات، فقط عن طريق البكتيريا. والبكتيريا مثل ما قلنا هي بطانة الأمعاء في الجي آي جاسترو انتستاينال بكتيريا. مصادر الغذاء اللي موجودة به ناتشورالي فاوند إن ميت especially ليفر أند شيل فيش، موجودة بالكبد وبزيت كبد الحوت مثل ما قلنا هو يحضر بواسطة البكتيريا. موجود أيضا بالحليب وبالبيض animals intern، والحيوانات بالمقابل must obtain it directly or indirectly from bacteria. إذن مثل ما تشوفون المصدر الوحيد هو البكتيريا. كل الحيوانات تأخذ فيتامين B12 مباشرة أو بشكل غير مباشر عن طريق البكتيريا. الآن عندي فيتامين C، مثل ما تشوفون هذا فيتامين C اللي نسميه أسكوربيك أسيد. هذا تاريخيا عند البحارة كان نقص فيتامين C يؤدي إلى مرض الأسكربوط سكارفي، والسكارفي هو هشاشة العظام وتنخرها وتنخر الأسنان وسقوطها، وكذلك تشقق البشرة، البشرة الخارجية أو الشفاة يصير بها تشققات وتقشرات فظيعة بحيث تؤدي إلى أمراض خطيرة جدا. صفات فيتامين C هو يذوب في الماء وطعمه حامض، تيست سور يعني حامض، سور تيست إذن هو أسد، ويحتوي على 6 ذرات كربون، 6 كربون بولي هيدروكسي كومباوند، سترونج أنتي أوكسيدنت، هو من مضادات الأكسدة القوية جدا. وإذا تلاحظون على التركيب حقيقة يحضر الأسكوربيك أسيد من الجلوكوز، يحضر من الجلوكوز بصيغتين، صيغة D وصيغة L. الفعالة هنا بالأسكوربيك أسيد هي صيغة L، لكن لا مجال لذكرها، موجود تفاصيل كثيرة جدا عن طرق التحضير والاستخدام وأيضا الميتابوليزم اللي يصير على فيتامين C. هذا فيتامين C، النقص فيتامين سي مثل ما تشوفون اللثة راح تبدي تتآكل وتساقط الأسنان ويؤدي إلى مرض الاسكربي أو مرض الاسقربوط اللي هو سكيلي دراي سكين، يعني بشرة جافة ومتقشرة وأديما، تقرحات في الجلد وبليدنج جم، نزف اللثة، وكذلك الجروح لا تندمل بسهولة ويكون الجسم سهل الالتهابات. هذه فيتامين C destroyed by heat and oxygen، إذا ممكن أن يتحطم بعملية التسخين لفترة طويلة وكذلك عند وجود الأكسجين.